FM. أحلى راديو. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في موعدنا اليومي على FM أحلى راديو. اليوم الأربعاء 22 جويلية 2020 وقريب الناصف والصيف وما جاوناش برشا أيامات باهين، فما برشا ريح، فما برشا حريقة، والحريقة راهي أكثر حاجة كنا حكينا على الفكير البارح، لكن فما برشا ناس يقولوا لي زادة راهو الحريقة ما تقرب للشطوط كان زادة فما أوساخ، فما ليزيفاكياسيون متاع معناها برشا وسيخ في البحر نجم زادة تقرب الحريقة من الشواطئ. ديما راهو تو استنسنا يمكن كل 4-5 سنين تجي هكا موجة متاع حريقة. أنا جو بونس الحريقة أكثر حاجة بيولوجيا وحتى معناها مناخيا نعرفوا اللي البحر ما ركحش معناها، دونك يمكن لي كورون وبالريح بفعل الريح ولي كورون اللي في الميديتيرانية اللي ديما يدوروا معناها يجيو من المحيط الأطلسي يدخل يجيو على الشواطئ التونسية، معناها الدخلة الأولى نحن أي كوران حتى عليه ذاك التون التونسي باي، خطر التون كي يدخل يجي من المحيط ويدخل للبحر الأبيض المتوسط يبدأ مازال في طمبكو، معناها مازال عنده الفرصة ومازال ما باظش وكل شيء، دونك يدخل على السواحل التونسية الجزائرية بالطبيعة تونسية وبعديش ليبيا ويعمل دورة ويروح على موناكو. ديما كيكا كيما طن زاد ذكي يروح يحب يعمل شوبينج. اليوم رينا عكس هجوم ولا هجوم مش عكس هجوم، خاطر بون ما هجموا حد لحد الآن بالطريقة المعناه اللي نستناو فيها، نحكي على قيس سعيد. كان نحن عنده نهارين ولا ثلاثة جبد على صواريخ ومنصة صواريخ وعنده منصة فما صواريخ حاضرة للإطلاق، ظهر لي أطلق زوز صواريخ صاروخ في الليل في الزيارة اللي قام بها للقوات المسلحة، واللي شفنا برشا فما برشا دي ميساج ما نعرفش الاتصالين يعمل فيه بالعاني ولا مدروس. كان مدروس راهو برشا كان يعمل فيه بالعاني، نفهموا عليش السيد هذا ما غير حزب ما غير امكانيات كبيره وصل لرئاسه الجمهوريه وانتخبوه 3 ملايين اشخاص، خاطر يحكي لغه يمكن في النبره نتاع الصوت تحس فما حاجه ستريكت، يعني هو يتكلم ستريكت، عنده بيداغوجيا وما نتصورش انسان يقري لعده سنوات كيما هكا ما يكونش عنده نوعا من البيداغوجيا. وزاد فما يظهر لي زاد الشخص بدينا نستنسو به بدينا نعرفوه، يمكن وقت اللي انتخبناه ما نعرفوش، وقت اللي صارت الانتخابات انتخبناه معناها طلع كان نحكي على شعب كامل على معناها عنده الأغلبية، دونك تونس الكل انتخبته، الأصوات العدد كبير في الدور الثاني حتى في الدور الأول بارابور للدور الأول. دونك ناس ما تعرفوش وانتخبتو تو بديت تعرفوا، دونك فما اللي ديزون أكد له اللي هو كان اختيار صعب، وحتى بعض الناس اللي ما انتخبتوش بديت نوعا ما تقول يمكن عنا حظ من حظ التوانسة كونه في الفترة اللي فيها العارك هذي وفما اللخبطة والمعسكرات اللي قاعدة معسكرات الشعبوية اللي قاعدة تعمل في حشد الناس، يمكن القاسم المشترك متاحهم هما خيبة أمل من السياسيين، خاطر مظهر لي كان بشوية عقلانية نجم تعتبر اللي حرية التعبير ولا الديمقراطية اللي وصلنا لها، خاطر وصلنا بالحق لدرجة كبيرة من الديمقراطية، تفويض مجلس الشعب في الكورونا للصلاحيات لرئاسة الحكومة، معناها فما الثقة بين المؤسسات، ثقة زادة تظهر في حكاية معناها شبهة فساد رئيس حكومة تم معناها حثوا مش نستعمل الكلمة اللي في بلاصتها حثوا على الاستقالة، دونك هذوما من ركائز ديمقراطية، خطر إذا المؤسسات تخدم قد قد حتى كان فما لخبطة بعض ساعات ولا تأويل كل واحد حسب ميوله السياسي ولا حسب مصالحه، وذيك السياسة تقعد السياسة تقعد كبة مخبلة متاع مصالح، دونك
هذه الحاجة اللي ربحناها، لكن اللي خسرناه هو ثقتنا في الدولة هذه، نفس الدولة اللي هي قاعدة تتعافى بشوي بشوي بتاتر. الثقة مازلت مش موجودة برشا، خاطر السيستم القديم مازال ما تنحاش، فما هكا شوية كلك رواج قاعدين يتحركوا، لكن مازال حسب الشيء اللي نشوفه فيه، خاطر المشكلة راهو مش حتى في السيستم القديم، خاطر زادة برشا سيستم جديد كي يدخل يلقى مصلحته في السيستم القديم، والسيستم القديم علاش دوم هو، خاطر كان عنده مغري السيستم القديم، السيستم اللي محطوط متاع رشوة محسوبية وانتهازية مغري، سي لارجون فاسيل، الناس نحن ديجا معنيش تقييم، معناها معنيش ثقافة العمل، عندنا ثقافة الفكين والتدبير الراس والتفتيف، وذيك ثقافة ما لا غالب، معناها كنا فرد فلوكة، معناها مش هكا تعالي مني كي نحكي على حاجة كنا هكا. أنا نتصور اللي المخاض اللي نعيشوا فيه واللي مجسم في التنسيون هذيك والضغط والستريس اللي في مجلس نواب الشعب، وبعديش ترى تصاور متاع فرقاء سياسيين يشربوا في قهوة مع بعضهم، هذه الخطة الكل تلمها مع بعضها كل شيء، عندك ديما جرام زيد متاع أمل يقعد، هذاك هو اللي مخلينا حاملين عيشتنا وحاملين رويحنا. وبالحق الناس اللي خوفوا فينا بحرب أهلية، يا إما هما مش واعين ولا ما يعرفوش الشعب التونسي، ولا يعملوا فيه بالعاني باش يخوفونا باش يلزونا لقبول أشياء يمكن موجعة ومؤلمة. راهو هذيك السياسة القاعدة الأولى متاع السياسة، منعرفش كان الناس اللي قراوا كتاب الأمير الماكيافيل فما شابيتر كامل يحكي على الشيء هذايا. السياسة بساعات باش تنجم تعدي حاجات مؤلمة، باش تنجم تتحكم في الشعب متاعك، باش تنجم تعمل فيه اللي يحب من غير ما يناقش ومن غير ما يحتج، يلزمك ترعبه وتخوفه، وبعديش تظهر له روحكم انت الدرني رومبار كما يقول ماكيافيل. الدرني رومبار هو الملاذ الاخير والمنقذ، وهذيك اللي نقاسيو فيه في ثقافتنا ديما نفركسوا على المنقذ، ما فهمنيش التو اللي نحنا منقذي أنفسنا. نحن معناها شوفوا المجتمعات المتقدمة في ثقافتها وفي عقليتها، هما يعتبروا نفسهم ويتحملوا مسؤولية حكيمهم ويتحملوا كل شيء، والمفاتيح عندهم، نوصل مع المفاتيح عندهم، مي سورتو عندهم البوفوار الحكم، كانوا ينجموا يغيروا مصيرهم بيديهم، ما يستنيوش المنقذ باتمان ولا سوبرمان يجي يغيرهم. نمشي وفاصل صغير ونرجع لكم.